السلام عليكم يا دكاترة، نبدأ كده في مادة الأناتيك الكيمستري بتاعتنا. هي مادة سهلة وخفيفة إن شاء الله، يعني تمام. أنا بعتمد في شرحي على إن الناس تفهم حلو موضوع إن الامتحان هيجي إزاي. الامتحان معرفش إيه، الدكتور ده نظامه إيه في الامتحانات، يعني دي يعني بتاعة الدكتور. حلو، أنا بشرح لازم تفهم، ما فهمتش اسأل، يعني عايز نعيد اعيد لك تاني، ما يعني خايف تسأل in public اسألني في البرايفت، ما فهمتش هبعت لك صور، ما كده يعني معانا معاك لغاية ما تفهمه ان شاء الله يعني. وهتحل اي سؤال ايا كانت ايه صيغته ايا كانت ايه طريقته، لافف مش لافف، معدول هنحلوه مع بعضينا. حلو، مش هنطول بقى في المقدمات، هنخش على طول في الايه اللي الدكتور قاله. الدكتور دخل اداك مقدمة بسيطة كده عن الكيمياء التحليلية بصفة عامة، وقال لك ايه هو التحليل الكيميائي. تمام، ايه التحليل الكيميائي؟ التحليل الكيميائي انك تجيب المادة الخام تحطها عندك في المعمل، تعرف هي فيها ايه ونسبة كل حاجة من الحاجات اللي فيها دي قد ايه، هي فيها ايه. ده اسمه qualitative analysis او التحليل الكيفي. يعني المادة دي انت فيكي صوديوم، فيكي يود، فيكي بروم، في سيزيوم، في كده، جبت المادة من التربة عرفت هي فيها ايه، فيها كذا وكذا وكذا وكذا. التحليل الكمي او quantitative analysis بنعرف الكوانتيتي الكمية بتاعت كل حاجة جوه السامبل اللي معاك دي، المادة اللي انت لسه جايبها دي، الحاجة اللي انت لسه مستخرجها من التربة. حلو، دي كده الانترو اللي الدكتور قالها اول ما دخل. يبقى احنا قلنا التحليل نوعين، يا اما كوانتيتيف اللي هو كمية المادة في كل حاجة، جاية من كلمة كوانتيتي عشان ما تتلخبطش، وفيها تلاتة تي، كوانتيتي تيتيف، فاهم يعني كوانتيتيف تلاتة تي، كواليتيتيف فيها اتنين تي بس، دي معناها التحليل الكيفي او ايه هي الحاجات اللي موجودة جوه المادة. ده خلاصة الريكورد اللي فات، والباقي كله كان مقدمة. بعد كده الدكتور دخل على حاجة بيقولك لو انت عايز تمثل تفاعل كيميائي معين عندك طريقتين لكتابة المعادلة الكيميائية. حلو حلو، مبدئيا عشان يحصل تفاعل بين اي مادة ومادة تانية لازم يحصل ما بينهم يعني ايه اسمه انتر اكشن، يعني في ما بينهم يعني فاهم انت، تداخل كده. التداخل ده هيجي من ايه؟ من انك تحط المادتين دولت في سوليوشن مثلا، او تسخنهم مع بعض فيدوبوا ميلتنج شبه السبايك والحاجات دي، او يعني تخلطهم بطريقة ما، في مادة صلبة بتتفاعل مع بعضها وهي صلبة كده، تطحنهم مع بعض يتفاعلوا. تمام، يبقى انت عندك تمثيل المعادلة الكيميائية بيتم بحاجة من اتنين، يا اما بالمولكيولر فورم او المولكيولر ايكويشن، دي اللي بتحط المركب على بعضه زي اللي مكتوب عندك في الورقة في صفحة واحد في آخر سطر خالص، NaOH زائد HCl يدي لك مية و NaCl اللي هو ملح الطعام. تاني صورة للمعادلة هي الأيونيك إيكويشن، ودي بنكتب فيها المعادلة في صورة أيونات، يعني لو حطينا كل مادة من المواد اللي بتتأين الأيونايزابل عندنا في مذيب قطبي، تمام، هتتفك يحصل له ديسوشيشن للايونات بتاعته، كل ايون هيتفاعل مع الايون التاني من المركب التاني ويطلع لنا البرودكت في الاخر. شبه ايه؟ شبه ال ان ايه موجب زائد او اتش سالب زائد اتش موجب زائد سي ال سالب، هيدينا ميه ومعاها ان ايه موجب وسي ال سالب. تمام، ده كله كلام سهل وتافه وعارفينه كلنا وحافظينه. لو جينا بقى نبص على نوع التفاعل الكيميائي هنلاقي ان التفاعل الكيميائي بينقسم لنوعين رئيسيين. اول نوع الريفرسابل اللي هو الانعكاسي، اللي هو النواتج بتدي متفاعلات والمتفاعلات بتدي نواتج عادي، بيفضل شغال في الاتجاهين. تاني نوع irreversible اللي هو غير انعكاسي، او اللي هو دايركت اللي هو بيحصل على طول. تمام، بيحصل على طول يعني المتفاعلات بتدي نواتج، انما النواتج مش ممكن تدي متفاعلات. ليه؟ لاسباب معينه، اللي هو مثلا واحد من النواتج هيطلع من التفاعل شبه الغازات هتتبخر مش هنعرف نجيبها تاني، او هيكون راسب، فالراسب ما بيدوبش فبالتالي مش هيحصل له ديسوشيشن، فبالتالي الايونات بتاعته مش هتخش معانا في التفاعل. تمام، او هيتكون لنا حاجه ذوبانيتها مش قويه قوي فمش هتقدر تنافس الناتج التاني وتتفاعل معاه. تمام، يبقى دولت النوعين الرئيسيين بتوع التفاعلات. حلو حلو،
نقسم بقى النوع اللي هو الدايركت، اللي هو اللي بيمشي في اتجاه واحد، اللي هو المتفاعلات بتكون نواتج بس. هنقسمه بناء على السبب اللي هو دايركت ليه. هيتقسم معانا لثلاث حاجات ملحوظة بس صغيرة، ان اغلب النوع الغالب في التفاعلات الكيميائية هي التفاعلات الدايركت او الايريفيرسيبل، تمام؟ وحتى لو هي ريفيرسيبل احنا بنجبرها انها تمشي دايركت، عشان احنا عايزين نواتج، مش عايزين التفاعل يفضل رايح جاي، احنا مش فاضيين. شبه مثلا تفاعل تكوين الاستر، كنا بنفعل كحول مع حمض وبنحط H2SO4 عشان يشيل المية من حيز التفاعل، فالتفاعل يمشي دايركت، تمام؟ فيبقى النوع السائد بالنسبة لنا هو الدايركت، اللي احنا هنشتغل عليه هو الدايركت، اللي هو بينقسم لثلاث انواع. ايه هما بقى الثلاث انواع؟ يلا بينا. اول نوع هي التفاعلات اللي بيحصل فيها تكوين مية. المية معروف انها الكتروليت ضعيف، الايونيزيشن بتاعها مش قوي، لذلك وجود المية في حيز التفاعل ده بيخليها كأن يعني خلاص كده ما عادش فيه غير ناتج واحد، فالناتج ده مش عارف يتفاعل مع المية عشان يعمل ايه، يرجع تاني. الا بعض التفاعلات شبه بتاع تكوين الاستر ده، لان بيبقى طالع فيه الاستر بيبقى انستيبل، مش مركب ثابت، والرابطة بتاعتها مش يعني مش قوية قوي، فبتتفاعل مع المية وترجع تاني تكون كحول وحمض. طبعا اشهر نوع للتفاعلات الدايركت اللي بتدي ميه هو تفاعل التعادل، النيوتراليزيشن، اللي هو بنفاعل حمض مع قاعده يدينا ملح وميه. شبه ايه؟ شبه مثلا HCl مع NaOH هيدينا H2O، و NaCl اللي هو ملح الطعام بتاعنا وميه. تاني نوع هو تفاعل بيديلك الكترولايت ضعيف برضو بس مش ميه. طب ايه الالكتروليتات الضعيفه اللي عندنا؟ يا اما حمض يا قاعدة يا ملح. حلو. لو انت عندك ملح بتاع حمض ضعيف وعندك حمض قوي ورحت حاطط الاتنين على بعض، الحمض القوي هيروح طارد الحمض الضعيف من الملح بتاعه ويروح قاعد مكانه، ويبقى لك مين؟ الحمض الضعيف. معلومة بس صغيرة، هو ليه الحمض الضعيف أصلا اسمه حمض ضعيف؟ الحمض الضعيف دوت شبه ايه؟ شبه الأحماض العضوية كلها. يبقى لو احنا جبنا حمض الأسيتك مثلا CH3COOH، الحمض ده ضعيف مقارنة بال HCl مثلا. ليه؟ لأن الديسوشيشن بتاعه أو التأيون بتاعه، الأيونيزيشن بتاعه، إنه يتفك ل CH3COO سالب و H موجب اللي هي بتعمل الحامضية، صعب قوي. يعني هو تقيل، يعني لو عندك 15 يعني جزيء من ال CH3COOH مثلا، اتنين فيهم هيتأينوا والباقي هيفضل زي ما هو. ليه؟ انا غلس، انا حمض ضعيف، انا اخري كده. حلو. انما HCl اللي حطه في الميه لو 15 جزيء يتفكوا كله. هي ديت ايه يعني القوه، احنا بنقيس القوه بناء على هذا. عشان كده لو انت جبت مثلا CH3COONA، ده ملح بتاع الاسيتات اسمه صوديوم اسيتات او اسيتات الصوديوم، حطيت عليه HCl وده حمض قوي، هيروح ال HCl قايل لل COOH استناني انت كده بس على جنب، هات ال NA ديت، خد انت ال H دي بس اركن على جنب، يبقى انت بقيت CH3COOH عادي، حمض زي ما انت. ايه؟ اوعى تتفك، لو شفتك بتتفك هديك بالجزمة، اركن لي على جنب زي ما انت. وهو يتحول ل NaCl ويعيش حياته عادي. ليه؟ هو قوي، هو يبقى ملح، انت ما تبقاش ملح، انت تقعد كلب ذليل حقير زي ما انت حمض، اياك يحصل لك ديسوشيشن، لو شفتك ديسوشيتد هضربك على قفاك. في عندنا بقى في صفحة 4 examples of strong acids. طبعا يعني اغلب الاحماض اللي هي الميتاليك، اللي زي ما احنا بنسموها ميتاليك اسيدز، دي احماض قوية. عندك HCl، HBr، HI، H2SO4، HNO3، HSCN، H4 FeCN by 6. انا مش عارف اسامي الاحماض دي الحقيقة يعني، بس هي يعني احماض قوية وخلاص. الحمض الضعيف عادة يعني هتلاقيه مثلا ايه، حاجة زي ال HCN، مش ال HSCN، لا ال HCN ده حمض ضعيف. ال H اي حمض عضوي يعتبر حمض ضعيف، فانت تتعامل معاه ان هو ضعيف. اي حمض عضوي ضعيف مقارنة بالاحماض الميتاليك طبعا، اللي هي فيها ايه، هالوجينز، دي بيسموها احماض معدنيه مش عارف ليه، بس هي اسمها ميتاليك تقريبا. يعني تاني حاجه في حاله تكوين ويك بيز، زي ما في ويك اسيدز في ويك بيزز، تيجي كي سترونج بيز تقول لها انت برضه تقعدي، اياك اشوفك ديس اسوشيتد.
نفس النظام كده بالظبط، بتعامل معاها بنظام الايه، بتربيها الجامد يقعد الضعيف ايه، مش ديسوشيتد. تمام. ايه بقى المثال اللي عندنا؟ ال NH4Cl تمام مع ال NaOH، لان NaOH قاعدة قوية معروفة، تروح ماسكة ال NH4Cl تحولها ل NH4OH، تقعدي زي ما انت قاعدة كده، زي ما انت بـ OH-تك، ما اشوفكيش ديسوشيتد، وهي تتحول لايه؟ تتحول ل NaCl، تبقى ملح عادي وتنبسط. تالت نوع هو لما يتكون ملح ضعيف. ملح ضعيف ده اللي هو راسب، يعني هو الرواسب تقريبا كلها املاح ضعيفة، ما بتقدرش يحصل لها ديسوشيشن فبتترسب. تمام. ايه هي اشهر مثال عندنا؟ اشهر مثال هي املاح الايه، الزئبق، اللي هو الاتش جي الميركري. تمام، عندك اشهر واحد فيهم، يعني سوري، عندك الملحين الوحيدين للزئبق اللي بيدوبوا هما الكلوريت بتاعه اللي هو اتش جي سي ال او 4 باي 2، والنيتريت اللي هو سيلفر نيتريت اللي هو اتش جي ان او 3 باي 2. حلو، دول الوحيدين اللي بيدوبوا، تمسكهم كده تحطهم مع مثلا ان سي ال، يروح جاي الاتش جي ماسك في السي ال ومترسب، يطلع لك رسب ابيض كان كريمي وايت بيرسبتد، انتوا خدتوه في الثانوي الكريمي وايت بيرسبتد ده. حلو حلو، الاكزامبل اللي عندنا هو اللي انا لسه قايله ده. تمام.